شكرا سليمان الشعيب. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء يا السادة، يا من يتواجد على جنبات ارض الملعب، يا من يتواجد للاستمتاع بهذه المباراة التي لا تقبل ان تصف حلول، لكم مني خالص التحية الطيبة. هنا على ارضي هذا الملعب سنشهد كثيرا من الاشياء التي تعكس الانتباه والاستمتاع والمتعة بالنسبة للمشاهد المتابع في يوم تتزاحم فيه الكلمات، في يوم من الأيام التي لازلنا نحث فيها اليوم الوطني. بالتأكيد قد يطول الحديث وتحدث الكثيرين كذلك عن هذا اليوم بالنسبة للمملكة العربية السعودية للاحتفاء بالوطني 91 وعن التفاق عن البقاء عن حسن عدة. أما ما تعلم الأمور نسيم عن الأسماء اللي عليها الكلام، اللي عليها الكلام هذه نقطة عليها الكلام. الأولى عدت إلى خارج أرض الملعب في حراسة المرمى، بالمناسبة حامد آدم برقم 24. خلونا نتذكر شوي أجمل الذكريات والمباريات اللي عليها الكلام في أرض هذا الملعب، في أرض هذا الملعب. أهو هذه لقطة أولى في مكان خطير، حذاري من هذه الكرات، حذاري من مثل هذه اللقطة. هنام الحارس البشري محمد ينتظر، الكابتن ينتظر لقطة من لقطاته التاريخية. الحارس البشري الكرة السابقة ينون، عبرت الكرة عدت في الحارس البشري إلى خارج أرض الملعب ثابتة. إلى أين ستذهب؟ الثالثة ينون، الثالثة ينون لأبناء الفهد. الآن بتلعب الكرة عرضية، استلام ممتاز، نظرة بعد ذلك العودة إلى محمد، عرضية من محمد. شوف التحذير، الله على المتابعة، لقطة يطالب فيها أبناء الفهد بشيء ما، لكنها لا زالت. شوف الخطورة الجماعة، لكن الضغط عالي. 10 على 10 هذه كرة عالية الآن النسيم أحمد أحمد النصر. هنا الاستلام، محمد استلام، محمد بيلعبها متابعة، يا السلام. العمودي كان في المحاولة، تحولت إلى رمود نسيم. الله على الضربة، على التسويبة، على المحاولة يا يوسف، على المحاولة يا يوسف الأولى حلوة. تارك عنها يا بزة، محمد نور على التنفيذ، بيلعب لك كرة، لكن حارس المرمى تصدى للكرة واللقطة السابقة، للكرة واللقطة السابقة. انظر إلى الأجل، الله على التحضير، على اللمسة. الآن 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 لقطة أشبه بالتمريرة التي لم يحدثها حكم المباراة في مباراة العالم. تكفي ليقدم كأس ذهبي لبطولة عليها الكلام. الله على الامتلاك، أحمد عماد في اختبار أول، في اختبار أول. شوف العربية لكنها بتعدي إلى رمية جانبية، إلى رمية جانبية، رمية جانبية. الآن بتلعب سريعة لنمور نسيم، لنمور نسيم، نمور نسيم عبية حارس المرمى. لا 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 خطيرة، مستحيل مستحيل، لقطة على أكتاف المرمى. متابعة الوين الرمية الجانبية، ليش الحضور؟ أقول لك مباراة مهمة وفي حاجة ثانية، جوائز للجمهور، لكن هم عشاق، مجانين كرة قدم، مجانين كرة قدم أهل مكة. يوسف أروى يريد أن يخطف الأضواء، في الأولى خطيرة وفي الثانية خطيرة وفي الثالثة حارس المرمى في الأحضان. لجنة الإعلام عيسى مالي، العلاقات العامة مصطفى سوارتي، السفير يا جماعة، السفير يا جماعة، الخطير يا جماعة. هذه لقطة وعرضية، ابتسم، استلام ممتاز، لقطة في ناحية اليمنى. هنا التحضير، النظرة البينية، لا 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 لا، حلوة 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 يا الله 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 الله. 1-0 يا
ما يمدي لقطة بها يخطف الأبواب وبها تسجل الأهداف قد تتغير الأحداث والتوقعات شوف كيف مرمى حارس المرمى هذه ما أسويها إلا في البلاي ستيشن ما أسويها إلا في البلاي ستيشن لا والله ما أشوفها إلا في البلاي ستيشن مستحيل شوف الجمهور مباشر إذا جاك إعلان تفوتك لقطة تفوتك لقطة ويفوتك كثير 1-0 لنمور النسيم تقدم بعد ذلك محاولة تجاوز لكن الكرة مقطوعة محاولة تجاوز لكن اللمة حلوة اللمة حلوة النظرة أحلى العرضية تغير الاتجاه الله على الامتصاص على الامتصاص يا نور على الوقوف يا محمد على النظرة يا محمد هذه عاداتك ما تخليها ما تخليها ولا يمكن نخليها ولا يمكن نخليها الله 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 على خطأ في مكان خطيرة ممكن تكون خطيرة ممكن تكون خطيرة نشوف منتابة الكرة ثابتة تحذير الآن عمود يا الله يا أخي صور يا أخي يا أخي صور يا أخي هذه لقطة اللي ما صور ترى حارس المرمى تصور شوف التحذير شوف التحذير الخامس يا عمودي الخامس يا عمودي الله على لقطه وهدف من القلب الى القلب لصديقه ومن الوريد الى الوريد 1-1 يا جماعه الله هو جمهور مكه يا اخي يا اخي جمهور مكه يا اخي تتزاحم الكلمات هذه عرضيه الله حطها بالراس لكنها ما اكملت حطها بالراس لكنها ما برت عدت الكرة السابقة ضوء عرضية لكنها مقطوعة بتلعب طولية بتعدي من مين يعني يا عمودي يعني يا عمودي عديها يا عمودي فكها يا عمودي إلى محمد محمد وقوع محمد تمريرة الله 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 حلوة قادمة لقطة منتظرة مرتقبة تخيل أقول لك صوت لا راح تصور ولا لا لأبناء الفهد هذا محمد بيحاول يعدي يكسب لقطة نعمة هو الرجل الذي تواجد بجانب الكابتن محمد نور في افتتاح مطعم مستر كباب اللي كان في الأيام الماضية وهذا إعلان مجاني إعلان مجاني بعد إذن منظمي الدورة وكذلك صاحب القناة يستاهل بنعمة شكرا أبناء نمور النسيم شكرا لمن تابع وشاهد أحداث الفترة الأولى حتى في المباراة في اللقطة السابقة يعلن عن نهاية أحداث ومجريات الفترة الأولى اللي كانت سريعة جدا اللي استمتعنا فيها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى متابعينا الأعزاء تقبلوا مني خالص التحية عبد الله المهدي ألقاكم صوت ممتع لا على نفس المستوى هي المباراة ممتعة واحد من إثارة وندية وقوة وجمال في هذه المباراة ربما مباراة قد لا تعود مرة أخرى بهذه القيمة الحبس الأنفاس بين الفريقين سيرجع الميكروفون إلى معلق المباراة الزميل عبد الله المهدي ليواصل التعليق على مجريات هذا اللقاء وين وصلنا بيرن دايبالك سبب الفريقين لديهم امكانيات عاليه الفريقين قدموا انفسهم بصوره جيده في الفتره الاولى الشوط الثاني شوط عليه الكلام شوط ممكن ان نستمتع فيه كثيرا لو نسيم في لقطه الله عدى
الاخوان ان تحسم الامور، ان تحسم الامور، ان تغير الامور. يا عيني على اللمه، يا عيني على النظره. محمد نور يطلب لك كره في اخر الملعب، لكن ابتسم الان رقم 10 خطير. ارضيه متابعه، يا سلام على المتابعه، جيده حلوه. المدرب الاعمى هذول جانبيه، النسيم استلام جيد. عبد الله بوس، عبد الله راح يغير الاتجاه، هذا واضح، هذا واضح. استلام من البنك اليسار، هذا واضح. عرضيه لمين؟ هذا واضح في احضان حارس المرمى، في احضان حارس المرمى. المباراه من عندك ممتعه كبيره. هذه ركله ركنيه الان عاليه بالراس، تعدي بتعدي 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 الا من العمودي ما تعدي. وصلت الكره في الجهه اليسار، الجهه اليسار، اللاعب ساقط على ارض الملعب. العرضيه حضرت، المتابعه نور يقول خلوها، نور يقول خلوها، نطمن على اللاعب ونرجع نكمل، ونرجع نكمل حصول كرة القدم. هكذا علمتنا. تحولت إلى أحمد بعدم أن بعدم أن وصلت في ناحية اليمنى. شوف الضغط العالي يا جماعة، مسؤولية كبيرة، هذه المباراة كبيرة حلوة في ناحية اليسرى. وصلت الآن بشكل جيد، نظرة إلى الأمام، عرضية عكسية. شوف التحضير، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، لا 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 لا، لقطة نظرة متابعة، ضغط عالي، قطعت الكرة اليمنى والنسيم، محاولة انطلاقة الكثرة، الاستدارة، يا سلام، خرج من بينهم، خرج من بينهم، لكن بالعبها هذه عرضية متابعة من حارس المرمى. ركلة ركنية، ركلة ركنية يا جماعة يا ابناء الامور. النسيم الثانية في احداث ومجريات الشوط الثاني، الثانية في احداث ومجريات الشوط الثاني. شاهدوا المنظر من بعيد، هذه عرضية من بعيد، بالعبها لكنها بتعدي لخارج ارض الملعب، خارج ارض الملعب. هذه المجموعه حلها، حلها 90% انك تفوز، انك تفوز يا مرعب. بلال عرضيه حطها في يد الحارس، حطها في يد الحارس، يقول انا احسن. لكن الكره وين؟ الكره وين؟ الكره وين؟ هنا مراعي، مراعي استجاره، دار فيها مراعي، لعيب يا مراعي، الى مين؟ يا سلام، على محاوله الهروب، على محاوله الهروب، لكن حطها لنور ناجح. هذا هو السؤال وهذا هو التساؤل. الان نشوف هذه تمريره من مراعي، مراعي تم التمرير في اللقطه السابقه، وصلت الكره، ابو حسن بيلعبها في الجهه اليسار، عرضيه متابعه، مستحيل مستحيل، لكن المتابعه كانت اروع، لكنها مقروءه طاقي، مقطوعه كرته، وصلت الى مراعي، مراعي تمريره، ابو حسن نضرب بيلعبها للمراعي، ممكن، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، لعيب لكنه تاخر فيها، لعيب لكنه تاخر فيها، هذه عرضيه. الله على الكرم، الله على اللقطه. الفعل بالنسبه لمباراه مكه، هكذا ما عودنا عليه جمهور مكه المكرمه، جمهور مكه المكرمه، لكن اليوم يتواجدون لان المباراه مستاهله كثير، لان المباراه حلوه. هذا مراعي، الله على التمريره يا مراعي، حلوه الكره، لو غير الاتجاه حلوه، لكنها عاليه، حلو الاستلام، هنا اللقطه صافره من حكم المباراه. هذا يبدا الامور في هذه الجولة التي شاهدنا فيها هدف من أهم الأهداف. الآن الكرة ثابتة، يعني على التمريرة العرضية المتابعة، التمرير تتأخر، يا أكرم، تحذير من أكرم، أكرم، لكنها مقطوعة، خطفها واللي خطفها لعيب، خطفها واللي خطفها لعيب، خطفها واللي خطفها لعيب، واللي خطفها لعيب. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا أخي، اللعيب لعيب، قلت لك اللي خطفها لعيب، والله لعيب، والله لعيب، والله لعيب. أسمراني من ذهب، أسمراني طرب، أسمراني يسجل هدفا من أجمل الأهداف. يا عيني يا أبو حسن، يا عيني يا عيني يا عز، يا عيني. الله على الكرة، لقطة تستحق بطاقة صفراء مجانية، بطاقة صفراء مجانية. اعطيني البطاقة، يقول لي اعطيني البطاقة. انا عندي هدف من اهم اهدافي، من اهم الاهداف اللي ممكن تكون سبب عبورك ابناء البحرين. الكرة الثابتة، من سيتحرك؟ هل ستحرك الجماهير؟ هل سنشاهد اثارة في اللقطة القادمة؟ لقطة في الحارس البشري، هذه مثيرة، هذه مثيرة للجدل، والحديد 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 والحديد. حارس المرمى في الأحزان، لا تنسى السابقة من إدارة بطولة السوبا.
السوبر، بطولة السوبر اللي على كأس الكوخ كفيف. هذه لقطة في ناحية اليسار، شكرا للجميع اللي كانوا المنظمين. هذه لقطة بتصل في ناحية اليسار، في ناحية اليسار معها يطلق حكم المباراة صفر في النهاية. ألف مبروك يا ابناء الفهد بطاقة العبور، أدرك كذلك لأبنائي نمور نصير. شكرا لكل من يتواجد في المنصة وكل من تواجد في تحية طيبة لكم مني عبد الله المهدي، كل التحية طيبة. صوت الصورة سليمان الشعيب. الله يا أخي، الله يا أخي.